المسألة الثانية اللي هضرت عليها على حول التحالفات، نحن نفرق ما بين الأشخاص والمؤسسات والهيئات. اليوم ليس لدى هذه النية، اليوم كما قلت لكم الأولوية ديالنا هو التحالف داخل الأغلبية، لكن إذا دعت الضرورة لتحالف مع حزب المعارضة فنفرق ما بين يعني أشخاص ومؤسسات حزبية، خصوصا أن حزب استقلال حزب عريق وحزب يعني نحترمه ونتمنى أن لا يغيب عن الساحة.